أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
وسخر الشمس والقمر الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى يفصل الآيات وجعل فيها رأس
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون
مد الأرض وجعل فيها رواسي أنهارا وجعل فيها رواسي أنهارا لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورة وفي الأرض قطع في الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات جنات من أعناب وزرع نخيل وزرع صدق الله العظيم. وفي الأرض قطع متجاورة وزرع نخيل وزرع نخيل
ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء يسقى بماء صنوان وغير صنوان يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطع متجاورة وجنات من أعتاب وزرع ونخيل صنوان طيب ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فعجب قولهم أإذا كنا ترابا فعجب قولهم أإذا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أصحاب النار هم فيها
ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما لكل قوم هاد ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى عالم الغيب والشهادة.
كل شيء عنده بمقدار. الله يعلم شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما الكبير المتعال. سواء
ومن هو مستخف بالليل وسارق النهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار ومن يحفظونه من أمر الله له معقبات يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم.